فيلم هو حكايه نتاع حكايه صحبه قبل كل شيء بين زوز بنات ومراهق تقابلوا ليله 14 جانفي، ولكن الفيلم احداث الفيلم 3 سنين بعد الثوره، يعني ليله الثوره سي فما فلاش باك كي مش حاجه معناها صارت حاجة وقتها، ولكن لحديث الفيلم الكل بعد 3 سنين هذوما يعني الحاجة اللي عاشوها ليلتها يسخيلوها خليوها وراهم ايونفانونت بعد 3 سنين ترجع يلسون غاتخابي بالأحداث ويمشيوا بهذا أفانقول المشاهدين المستمعين اللي يحبوا ربما يحضروا يتابعوا هذا الفيلم. أهمية الأعمال السينمائية لو كنا نرجع معكم الفنية في حفظ الذاكرة، هذا يظهر لي اللي يحكي عليه غدوة، حي توثيق لحظات فارقة وتاريخية، حتى تقنيا عايشنا في المشاهد، نشوفوا الكاميرا وهي ترعش لحظة التصوير بعض المطاردات البوليسية، هذا تقنية جديدة ورصد دقيق لتفاصيل الشخصيات رجعتنا 6-2 التالي. إيه هو فات أنا في خدمتي معناها جامبيان حبيت نقرب وماكسيموم من الممثلين ومن الشخصيات ومن الأحداث اللي عشناها. والفيلم ماهوش فيلم وثائقي، ماهوش فيلم مع ثورة، صاروا برشا أفلام وثائقية على ثورة إلى آخره. الفيلم هو نظرة على تونس 3 سنين ولا 4 سنين بعد الثورة، معناها نجم تقول 3 سنين بعد ما كل احنا تو 6 سنين بعد الثورة، ولكن 3 سنين الثاني كنا في تنسيون كبيرة برشا، كنا يعني 2013 و2014 كنا مانيش عارفين روحنا وين ماشيين، معناها بدينا نحس واللي الثورة هذيك معناها بدات تهرب علينا شوية بالضبط، ولكن والمستقبل مش واضح. الفيلم أثر جملة من القضايا المسكوت عنها، خلينا نقوله شنو اللي حبيت توصل للطفي من خلال الفيلم غدوة حي؟ أنا أهم حاجة حبيت نوصلها هو أنه الحلمة معناها والماشية لمارش فيغ اللي بعد 14 جانفي مازلت ما وفاتش، خاطر توا احنا في معناها ثلاثة أيام التالي وقت 14 جانفي احتفلنا بالذكرى السابقة، حسيت الناس الكل حست اللي فما شوية الناس الكل ديبريمي وما عادش ممنا وكأنه ما صار شيء ولا بدات الناس تندم. أنا حبيت نقول اللي بالعكس الفيلم متفائل، ماهوش فيلم متشائم على معناها وباللي صار الكل. حبيت نقول اللي اتخافير هالسخطور الشخصية متاع الولد المراهق اللي هو المستقبل معناها، حبيت نقول اللي يلزمنا نشده صحيح في الشيء اللي هبطنا على خاطر نهار 14 جانفي وهربنا بالعلي كمام، ولو فما تيوري دي كومبلو العباد يقول لكم ودرا شنو كومبلو وامريكا صحيح بوتيتر، اما اهم حاجه هما التوانسه، هو الشعب التونسي اللي قام ثورة وخاصة ثورة سلمية، هذا ربما اللي فرق عن عديد الثورات. خلينا نمشي ونحكي أكثر على هذا الفيلم اللي نجح وشفنا في أيام قرطاجة السينمائية، هل ترى أنه ساهمت الكتابة الجماعية للسيناريو في نجاح هذا الفيلم؟ ممكن لأنه معناها أنا عندي سنين نخدم مع أنيسة داود ونخدم مع كاتبة فرنساوية اسمها ناتاشا دو بونشاغا، خدمت معها برشا في المسرح، معناها خدمت عملت معها 12 مسرحية وعملت معها هذا الفيلم الرابع اللي نخدمه معها. الكتابة الجماعية اللي انتريسونت دابور بصفة عامة، السيناريوهات الكل قليل وين تلقى واحد وحده يكتب سيناريو، وأنا مخرج قبل ما نكون سيناريست، دونك وناتاشا ونيسا هما يجيبوا معناها لو بلوس وليزيماجينير، معناها ديما عندك ثلاثة من الناس تخمم خير من واحد بعد يجيبوا أفكار أكثر. حكينا على أنيسة داود، مادام نحكيو على أنيسة داود ونقعدوا في نفس الإطار، جائزة مؤسسة تونس للنساء والذاكرة لأحسن دور نسائي فازت بها أنيسة داود عن دورها في الفيلم غدوة حي، اللي كنت كيفاش تقبلت هي ماهيش موجودة معنا اليوم، لكن تحكي لنا الأجواء الجائزة هذه اللي تعطات نحب نثمنوا دور المرأة لأنيسة داود. أنيسة يظهر لي فرحت برشا بالجائزة هذه، فرحت على خاطر أول في المهرة في الجي سي سي كانوا أول عروض للفيلم تاعنا ودونك سي اون رياكسيون باهية للفيلم أنه عطاها هالجائزة وليها هي، وهي حاب نقول لي هي أنيسة مانيفيك دون الفيلم.
فرحت زيادة على خاطر أول مرة الجمعية هذه تعطي الجائزة هذه، دونك شرف بالنسبة لها أنها تكون أول ممثلة تونسية خذت جائزة باسم أول ممثلة في تاريخ تونس، أول ممثلة في السينما في تاريخ تونس. دونك حاجة أكيد حاجة باهية برشا. حتى احنا صحفيين يظهر لي لقيت لنا دور في فيلم غدوة غدوة حي، لاحظنا الدور الهام اللي أوله الفيلم الصحفيين دورهم في إنارة الرأي العام في الفترة ديك، وما زال سؤال توا وينو هكا الحماس، وينو الأمل والروح الجديدة اللي بعثتها 14 جانفي مازال موجود اليوم ترافي؟ يلزم يكون موجود، مازال موجود ولو فما برشا ديسيبسيون، ولو فما ناس عيات معناها من كنا نشوفوا توا في الأخبار معناها المشاكل في الجهات اللي الناس مازالت ناس اليوم في تونس تموت بالبرد وتموت بالجوع وما تاكلش وما تخرجش وما تنجمش تمشي تقرا وتبطل القراية على خاطر يلزموا يمشي 10 كيلومتر إلى آخره، حاجة ما عادش مقبولة في تونس في 2017. مش ممكن أنه تونس تكون فيها هالمشاكل هذه، ولكن حسب رأيي رغم هذا الكل التوانسة كان غدوة يحسوا اللي فما مشروع بالحق للبلاد، كان يحسوا اللي فما سياسيين عندهم الكومبيتون، على خاطر احنا مشكلتنا عندهم الكفاءة اللي عندنا، معناها عندنا 6 سنين نتحملوا في السياسيين اللي هما بلاش كفاءة بار بتتر 1 ولا 2% منهم، كان يحسوا اللي فما مشروع جديد، تشوف الحماس وتشوف كيفاش الامل يرجع عند التوانسه. بالضبط، المميز في الفيلم هذا والمغاير ربما عن العديد الافلام التوانسه انه طرح قضايا اللي كنا نحكيوا عليها الكل وظفتها بذكاء، خلينا نقولوا ماهيش مسقطه، تقريبا كل قضيه تولد قضيه اخرى. اي خاطر كل واحد مشاكله معناها في الفيلم، كل شخصيات هما الحاجه الحلوه يظهر لي في الفيلم هذايا اللي نحب فريمون نقول اللي هي قبل كل شيء حكايه صداقه، حكايه صحبه، سي اون اميتي بين دو جون فام وان ادوليسون، واللي هما مبدئيا ما عندهمش، فماش علاش يوليو صحاب، فماش ليهم من نفس الميليو سوسيال، ليهم قراو مع بعضهم، ليهم فرد عمر، ليهم مختلفين برشا. اللي وتعرف اللي في تونس احنا في تونس كل واحد فما معناها دي مليون في الاطار متعلق في الخدمه يونكور، حتى كان يوليو صحاب شويه ما فما معناها ما تطورش العلاقه. دونك الحاجه اللي حبيت جوستومون لو فيت انه حاطينها هزوز بنات والولاد اللي هما من دو 3 ans، زاد كما قلت كل واحد منهم عنده نظرته وعنده الطريقه نتاعو الخاصه اللي دخل بها في المرحله التاريخيه الجديده اللي عشناها معناها بعد الثوره الى اخره. دونك فورسيمون باش تجيب كل واحد زاد يجيب دي اتموسفير ديفيرونت، يجيب ان ايماجينير ديفيرونت، يجيب نظرة مخالفة للواقع متاع تونس. واضح. نختم معاك بالعروض لهذا الفيلم. ألو رحنا حبينا نبدأ بالعروض متاعنا بالجهات، اليوم نبدأ في سوسة ونهار الجمعة في جيبز، نهار الأحد في الكيف، وبش الجمعة جاية باش تكون العروض تبدأ في تونس وفي في الجمهورية الكل، ولكن العروض في الجهات متواصلة، ويمكن أنا جاي من المسرح معناها الفيلم هذايا باش نعملوا دي تورني في تونس الكل كيما في المسرح، معناها باش احنا ليكيب تاع الفيلم باش نتبعوا باش نعملوا 20 30 40 عرض، وباش نمشيو ان شاء الله للبلايص الكل، وفما اهتمام كبير زاد الافوا بالجهات والافوا بالطلبه، قاعدين نحضروا في مشروع انه نعملوا تورني في الجامعات الى اخره. تري بيان، يعطيك الصحه لطفي، بالتوفيق لهذا الفيلم مشكور، نشجعوا كل مثقفينا في تونس، نواصلوا احنا اخبارنا معاكم كيف